تبين السجلات المسربة لمبيعات النفط بالنسبة لحقل الشداد فقط أن القيمة المهربة من النفط بلغت خلال سنة واحدة ما يقارب 53 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 300 ألف طن، أي ما يعادل الإنتاج باليوم الواحد هو 145 ألف دولار أمريكي. أما بالنسبة لحقل الميلان فيقدر المبلغ المالي للإنتاج سنوياً بنحو 155 مليون دولار، أي في اليوم الواحد.